ولتسليط الضوء أكثر على استمرار انتهاكات قوات الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، والذي يتزامن مع فتح المحكمة الجنائية تحقيقا في تلك الانتهاكات. ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول المتخصص في القانون الدولي الدكتور سعيد الدهشان. أهلا بك معنا دكتور دهشان. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. أهلا بك دكتور. بداية، بعد أن أكدت المحكمة الجنائية الدولية ولايتها على الأراضي الفلسطينية، أعلنت كما تعلم المحكمة فتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال. ما هي الإجراءات المتبعة في مثل هذه التحقيقات؟ في العادة عندما تقدم شكوى من دولة طرف أو من قبل المدعي العام من تلقاء نفسه، تقوم المحكمة بالبدء بتحقيقات أولية، وهذه التحقيقات كانت بناء على طلب فلسطين في بداية العام 2015 بعد الحرب الكبيرة التي حدثت في 2014. لكن استمرت التحقيقات الأولية والتي تمر بأربعة مراحل حتى نهاية العام 2020، وبقيت مسألة واحدة فقط اللي هي مسألة الاختصاص الإقليمي للمحكمة، والتي حسمت الشهر الماضي في 5 فبراير 2021. والآن نحن على أعتاب مرحلة جديدة وهامة جداً في المقاضاة، ألا وهي فتح تحقيق رسمي. وفتح التحقيق الرسمي يختلف عن التحقيقات الأولية، أن التحقيقات الأولية تدرس كفاية الأدلة ومسألة المقبولية للدعوة ومسألة مصلحة العدالة ومسألة الاختصاص. أما فتح تحقيق فهو يبدأ بالبحث في الجرائم وأركان الجريمة، وينتهي بتوجيه لوائح اتهام لأشخاص محددين من قادة الاحتلال، وهذا الذي يفسر الهستيريا التي أصابت الكيان الإسرائيلي منذ الأمس. نعم، ولكن يعني الكيان الصهيوني ليس عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، ماذا لو رفضت تل أبيب التعاون مع المحققين؟ وهو متوقع بالطبع. هو متوقع ولن يغير في حقيقة الأمر، لأن اختصاص المحكمة الشخصي ولايتها الشخصية على كل شخص على سطح الكرة الأرضية فوق 18 عام إذا توفرت الشروط، إذا وقعت جريمة في إحدى الدول الأطراف أو كان أحد أطراف الجريمة سواء الجاني أو المجني عليه من أحد الدول الأطراف. والدول الأطراف في محكمة الجنايات الدولية هي 123 دولة، منها دولة فلسطين، وهذه أغلبية كبيرة في المحكمة الجنائية. يعني بوادر عدم التعاون مع محققي الجنائية الدولية هو تهديد الاحتلال للسلطة الفلسطينية في حال تعاونها مع المحققين. هذا تهديد للسلطة الفلسطينية في حال تعاونها، ألا يمثل جريمة في القانون الدولي؟ نعم، يمثل جريمة، لأنه يتعرض لمسار العدالة، ولأن إسرائيل ستكون دولة فوق القانون، وهذا نصيا مرفوض. ربما السياسة الدولية تتدخل، لكن المحكمة هي إنجاز دولي حدث في عام 1998 ودخلت حيز النفاذ في 2002، وهي أول محكمة جنائية دولية دائمة لمقاضاة مجرمي الحرب في 4 جرائم خطيرة تمس البشرية، وهي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان وجريمة الإبادة الجماعية. هذه في اختصاص المحكمة. إذن المحكمة مختصة وستباشر عملها، وهذه البروباغندا الحزينة التي تقوم بها سلطات الاحتلال لن تؤثر على المحكمة، سواء بادعاء معاداتها للسامية أو أن المحكمة غير مختصة. هذا عويل لمن يعرف أنه لن يستطيع أن يدخل 123 دولة على هذا الكوكب، وسيكون مطلوبا للمحكمة كمجرمي حرب، وسيشمل مئات قادة الاحتلال السياسيين. نعم، والعسكريين. نعم، يعني دكتور دهشان، نتحدث هنا بالحال الطبيعي، ولكن نتحدث يعني حال المحكمة في الأمور الطبيعية، ولكن هنا نتحدث عن الكيان الصهيوني، ويعلم القاصي والداني أن هناك من يغطي هذا الاحتلال. هنا السؤال، لماذا هذه الخشية كلها من قبل سلطات الاحتلال من تعاون السلطة الفلسطينية مع الجنائية الدولية؟ الحقيقة هناك عقبات، صحيح قد يواجه مسار العدالة عقبات مثل تدخل السياسة الدولية، لكن أخطرها من وجهة نظري، وأنا لي دراسة محكمة في هذا الموضوع، أخطرها مسألتين: مسألة الاختصاص المكمل التي ربما وعلى الغالب ستنادي به إسرائيل أنها أولى بالولاية بناء على المادة الأولى وعلى الديباجة من نظام روما المؤسس للمحكمة، أنها أولى بالمقاضاة، وهذا مردود يمكن الرد عليه. لكن الخطورة الأكبر أن يتدخل مجلس الأمن وفقا للمادة 16 من نظام روما المؤسس للمحكمة، ويوقف عمل المحكمة لمدة 12 شهر قابلة للتمديد.
وهذا الأمر هو أكبر خطورة تواجه المحكمة. لكن الذي يخفف من خطورة هذه العقبة مسألتين: المسألة الأولى أنه يجب أن يكون وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والمسألة الثانية يجب أن تكون بموافقة جميع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وهذا أمر يتعذر أن يكون كل 5 سنوات. وصاحب عرقات رحمة الله عليه قال أن روسيا والصين تعهدت للسلطة الفلسطينية بأن تضع فيتو على أي مشروع أمريكي لإيقاف عمل المحكمة. نعم، إذن المتخصص في القانون الدولي الدكتور سعيد الدهشان، كنت ضيفا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.